والله الوضع الصحي انا يعني بنظري انه ماكو خدمات للمريض اصلا. يعني مثلا الانسان اللي طب للمستشفى يعني يقول لك هذا عرف ودي على صفحه، هذا ما شنو، المريض وين يروح؟ ترى المريض كلش يعني هو جاء مريض جاي المستشفى، وخاصه حالته تعبانه يعني بالضبط. يعني لا سامح الله اذا اجت حاله طارئه 100,000 سرير هذا كله مملي، يابا شنو انا هذا الموضوع اريد اركز به. يعني انه انت طاب مستشفى ومستشفى حكومي يعني ومثل مستشفى عملاقه مثلا، يعني انه انت مريض جايب مثلا مرافق وياك جاي وساد السرير الثاني، زين السرير الثاني هذا ما يخدم مريض ثاني، ما ينقذ حياه انسان ثاني، يعني لا سامح الله. يعني هو كله ترى يعني شيء يرتبط بشيء. يعني ابا انا احكي لك، انا مريض يعني بشيء غلط، يعني اروح احجز على ايكو، يعني انا الحمد لله اشكر انا اموري زينه اقدر ادفع خلاص غير ميل. يعني الايكو انا هذاك يوم رحت حجزت عليه الايكو قالوا لي بشهر السابع، مو هذا حجز بشهر الرابع قالوا لي بشهر السابع. انا الحمد لله اشكر يعني امور زينه نعمه من الله، رحت سويتها يعني خاص على حسابي الخاص. بس انا قصدي انه الفقير مين يجيب؟ ذول اللي يجون المحافظات اللي عندهم سونار اللي عندهم ايكو اللي عندهم جميع يعني اي شيء تحليل. مثلا انت هنا ابو بغداد مثلا يعطي موعد باكر او عقبه او عقبه، يعني يعطي موعد ابو المحافظات هم يعطي نفس الموعد، هذا الشيء غلط. زين هاي شغله. الشغله الثانيه ابو العمليه مستعجل، هسه تعطل جوا وشوف ابو العمليه مستعجل ما ينطونا ابد، حال المريض العادي، حال ما مستعجل يعني حال المنظفين، يعني السرير وسخ، المخده وسخه، القاع وسخه، كله وسخ. يعني انت جاي هنا ما جاي تعالج، جاي تشوف جو لطيف، تشوف جو وسخ، انت راح تمرض اكثر. شيء عن شيء ينقل. انا يعني احب ادخل شويه بهاي السالفه، يعني انه احنا انه صح انه مو قصه انه انا احكي على الحكومه، لا انه احنا ليش نذب اللوم كله على الحكومه؟ ليش ما نقول احنا ليش ما نطور جيننا؟ يعني مثلا انسان شربت بطل مي بدل ما اذبه بالقاع، مثلا اكو حاويات، اكو هواي وسائل، يعني قطف جيجاره بدل ما الشمر خليه بجيبك. هذا يعني اذا انا اسوي وانت تسوي وصاحبي يسوي والغير يسوي، هذول كلهم يعني العراق يتطور ويصير خير. يعني هسه الوضع هذا وضع يم مستشفى، هاي الرشاوي هاي الرشاوي يعني بشكل عام، هذا يعني ما نقدر نستثني هاي مو بس المستشفيات. يعني هسه مثلا انت تروح الدكتور اخصائي مثلا قدامك فد 4-5، تطري السكرتيره مثلا 5 او يعني مبلغ من المال تخليك انت اول واحد وتعوف ذاك المريض اللي هو حالته كلش حرجه، تعوفه وتطوبك انت الاحتمال هو يموت وانت عادي يعني تعيش الحمد لله وشكر. فاحنا هنا نحب نخلي نقطه نظام جميع الدوائر الحكوميه بها اشوى جميل. ويعني انا اتمنى من قناتكم، اتمنى العراق يتطور، اتمنى من هالشيء، بس لان إن احنا جيل مستقبل، اذا احنا ما نطوره وغيرنا ما يطوره، والقبلنا ما طوره من راح يطوره؟ زين انا بس السؤال اريد اساله لكل الشباب، من راح يطور اذا احنا ما طورنا؟ اكو دواء برا كلش غالي، المستشفيات تدز للصيدليه، هذا مثلا ما عنده. وسبق وارجع اقول لك يعني مثلا انه العده يعني يقدر يشتريه، بس ما عنده حرام، ما عنده الا الله. حث المواطنين على الالتزام بالنظافه وكذلك نظافه البيئه اللي هي صراحه مكمله للواقع الصحي حقيقه. فالواقع يعني الوضع الصحي بالبلد صراحه وضع ليس يعني بالمطلوب. ندعو وزاره الصحه حقيقه الى اهتمام بالواقع الصحي بالبلد وكذلك اهتمام بالمواطنين الذين يحتاجون عنايه صحيه. كثير من اهالينا في بغداد وفي بقيه المحافظات ياتون الى هنا الى مدينه الطب لغرض طلب المساعده لبعض الامراض اللي مستعصيه وغيرها مثل امراض السرطان. ان شاء الله يكفيكم شارب هذا المرض الخبيث. واقع الصحه بالعراق بيصير الاسوء، وهذا دليل على الحروب اللي دخلها العراق ومعاناه حرب 2003 والاسلحه اللي استخدم بحرب 2003 ومن بعد 2003 ما صار بالعراق. فاكيد الجو الان في العراق ملوث. بالاضافه الى ذلك الاكل الفاكهه اللي جايه تدخلنا او المواد اللي جايه تدخلنا من خارج العراق
هي كلها مواد كيميائيه زين، يعني حتى لا ما بيها ذاك الطعم اللي كنا نحس بيه من ناكل من ارضنا وزرعنا. هالنقطه. النقطه الثانيه، من أسوأ الوزارات اللي مرت على راقي وزاره الصحه الى اليوم من 2003 لليوم، ماكو وزير اجى استلم وزاره الصحه واشتغل بصوره صحيحه زين. مستشفى مدينة الطب اللي صار لها أكثر عقب أسا والله مستشفى مدينة الطب، خلينا نقوم مجمع، اكو مستشفيات أخرى مثل مستشفى مدينة الصدر اللي صار لها أكثر من 25 سنة، وقانون هناك قانون دولي صحي يقول المستشفى اللي تبقى أكثر من 15 سنة تهدم ومكانها يعني خلوه مكانها لأن تدرس هاي جراثيم مكانها بعدين يصير زين. أسألك كم مستشفى اللي صار لها أكثر من 25 30 سنة بالعراق زين، وين تطور؟ اكو مشروع مستشفى في منطقه الشماعيه، مشروع مستشفى كبير وعملاق زين 400 الى 500 سرير، وليش توقف العمل به؟ وين راحت فلوس هذا المشروع؟ كم وزير اجى زين، انا عشان انا متابع لهذا الموضوع يعني، كم وزير اجى وهذا مشروع متوقف؟ اللي هن ثلاث مشاريع انطلقن، طلقن مشروع مستشفى المشروع العام بالعماره، ومشروع المستشفى البصرة العام، وهذا المستشفى اللي اسمه هو على ما اعتقد مستشفى الشماعية يعني. الان الوزارة هي كوزارة صارت سماسرة، انت كخليك كوزير اني استمسر بك الله خليك وزير، اذا ما استفاد منك ما خليك وزير. يا حبيبي احكي لك واقع حال، اني احد الناس زوجتي توفت في الشهر الرابع بمستشفى مدينة الطب زين، صدقني هي في العناية المركزية عملية مرارة وصارت تتخثر بالدم. حس أنا ما أريد أحاسب الدكتور وأحاسب كذا، لكن في أربعة أيام في العناية المركزة اللي هي تكون أصعب شيء مدة أربعة أيام، أنا أشتري العلاج من برا من هاي الصيدلية، علاج للضغط حتى يساعدون الضغط مالته، لأن أصحاب أبو التخثر ضغط مالته يهبط. يا أخي يا حبيبي عاد البروستول ما بيها، الله وكيلك براسيتول فلوات، أما فلوات ماكو هسه، يعطيك براسيتول سام مرة وينطيك بونستان خلنا نعطيك إياه وينطيك بروفين، عدا هنذني ماكو، وروح شوف داخل المستشفى ووصل زين. أنا قلت لك أنا هاي قضية متابعها يعني، عندي بحث عليها كامل. أصعب شغلة بالعراق حاليا هي الصحة، وزارة الصحة جدا 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 مترادعة بهذا الموضوع. مستشفيات ماكو، علاجات ماكو، نظافة ماكو بالمستشفيات، وهذا أهم شيء يعني. موضوع عوف الموضوع الديني، موضوع صحي، موضوع إنساني ماكو نهائيا. الدكاترة هنا يعني نوعا ما زينين، بس شوية الأسعار غالية، تعرف الوضع المعيشي بالعراق تعبان، عالم لا شغل لا عمل، شباب تعبان لا شغل لا عمل، وهات تشوف هذا العالم رايحة جاية منه، يشتغل خطية عمالة من الصبح لليل يجي ذبه هنا. أول شيء علاج غالي بالصيدليات، نار بشهد الله، دكاترة غاليين، نفسه هو نفسه موجود بالمستشفى، نعم تروح له بالمستشفى يقول لك تعال للعيادة زين. يا أخي أنت الله يعني أعطاك هذا العلم وأعطاك هذا الموضوع غير تستغله بصورة صحيحة، ليش هالاستغلال هذا؟ ليش الاستغلال هذا يجيك المواطن تأخذه إلا حتى تأخذه وين؟ للعيادة حتى تأخذ منه كشفية وهيش، ليش؟ كلها رايح المبالغ كلها مبيوقة والوضعية تعبانة جدا، تعبنا ملينا الله وكيلك ملينا. هاك هذا أنا شاب نصب على هسه جاي على مود دكتور عابر محافظات على مود هذا الموضوع، وانتظر لحد الآن عم دافع كشفيات وإيجار سيارة ولحد الآن ماكو أي خبر. يوم ويا رحت له قبل فترة يقول لي تعال ورا العيد، وهاي أنا جاي ورا العيد وانتظر. صراحة رغم تسنم يعني دكتور علاء العلواني يعني شخصيا أعرفه، لكن المشكلة هو من مسك الوزارة حقيقة اللي قاها يعني تركة ثقيلة يعني بالفساد والتلكو وكل شيء، يعني أدوية السرطانية ما متوفرة، رغم أكو شركات آلية تطلب الدولة ما قاعد لا تسددها ولا هي توفرها. بنفس الوقت يعني تفشي المراجعات بالعيادات، ليش؟ لأن بالمقابل الخدمة اللي بالمستشفيات تكاد تكون صفر، فتجي الإنسان يعني العيادات. نفس الحال يوم صار ويانا يعني أحد موظفينا بالشركة الأخ منا من قطر مصر الشقيق، يعني راجعت له اليوم طيال
العيادة طبيب يعني من الأطباء خاص بالعمود الفقري. شفنا صراحة الخدمة والهذه والأشعة، لكن هذه كلها عليه من على كاهل المريض. هذا صحيح ممكن يجي، بس يعني يمكن التنافس الحقيقي وين يصير؟ التنافس الحقيقي نفس الكلية، احنا بنقول المدارس الأهلية والحكومية، الكليات الأهلية والكليات الحكومية. التنافس يكون لما اكو دعم للحكومي راح ينافس الأهلي، لكن لما هي شبه يعني الدعم شبه منتهي. يعني أنا خايرت قبل ما أجي للعيادة الأهلية، سألت قلت له يا عيد أخذك هناك ترى أحكي لك إياها بصراحة راح يطوك مهدئات، وإذا يردك يسوي لك أشعة، وهاي اللي يقولون جهاز عطلان لو انتظر يومين ثلاثة، فش تفضل؟ نروح هنا أنا مو أسرع وأحسن؟ ووافقنا الرأي، قال إيه أفضل، وفعلا يعني الخدمة سريعة، بس المقابل شنو؟ المال. لكن الأهلية الحكومية ما نقول صار فترة، يمكن 2010 11 كانت الخدمة فرق شاسع عن هسه. هو سؤال وين الصرفيات؟ وين صارت الصرفيات؟ سؤالي أنا المحدد، الصرفيات ترى بس لوزارة الدفاع والداخلية، أي صرفيات بالوزارات صفر. كذب اللي يقول لك أكو وزارة لها صرفيات، وإذا أكو صرفيات لوزارة الصحة فهي فقط للأدوية وتسرق. مستحيل تصرف لأي وزارة بالعراق غير هالوزارتين، وهذا الوزارتين هن قمة الفساد. يمكن سمعتوا على اشتروا سيارات الوزارة الداخلية المسيو بوشي، يمكن سمعتوا سالفته الكارثية 200 مليون. الحل إلا دعم، يعني ماكو حل إلا دعم الجانب الصحي وأيضا التعليمي. هذا إذا ما له دعم ما ممكن هذا الحل يبقى ويزداد، وهاي المشكلة تبقى وتزداد. مشاكلي أنا هي وزارة الصحة على الأطباء، يعني تروح يعني ما عنده ظروفه صعبة شون يعالج مريضة؟ تروح المستشفى يقولوا لك يومية خمسة، هاي يحاسبوك طبلة 25. علاجات ماكو. تروح الممرضة تقولها يا بتعي بدلي لي كانونة، تقول كاني حامل ما أقدر أدنك. زين هذا يعني أبو الوزارة ما جاي ينتبه على مستشفيات؟ يعني هسه هذا طفل من أوتولا كانونة بمستشفى، والله هي حامل ما تقدر تدنك، وهذا يعني ما عنده يعني شلون تروح دكتور؟ يعني دكتور هذا اطب اقل شيء علاجه ورقتين. زين هاي شنو؟ الواحد ينزل علاجات ما يرخص؟ يعني ما عنده لازم علاجات بالمستشفيات تتوفر، يعني خصوصا مع الاهل المدمنين المرض المزمن. هسه هذا عندي مرض، عندي صرع، اروح للمستشفيات واتعب واركض يعطوني بس شراب ديفاكين. هو يضرب أبرة، مو شراب ديفاكين، ديفاكين ميوان. الأبرة أبرتها ب25,000 من عدم التشنجات، وهذا كله ما متوفر بالمستشفى. الأبرة من ناخذها بالحارثية؟ ما موجودة بالمستشفيات، لا الأبر لا العلاجات ما التشنجات، كل شيء ما موجود بالمستشفيات. كفي لك الله بس الديفاكين آخذه من المستشفيات. زين غير يتوفر شيء يعني اللي ما عنده أكو علاجات شيء اللي ما عنده، يعني اللي ما عنده لازم يعرف مريضه يموت. لا ورا الحمل صار عده، هم بسبب المستشفى سحبوا مي من ظهره وسقطوا لي. يعني خطا طبي؟ خطا طبي، سحبوا مي من ظهره ضربوا العمود الفقري وسقطوا لي. هسه هذا الطفل عمره 4 سنين. كل شيء ما نريد، بس نريد يعدلون المستشفيات، يوفرون العلاجات للمرضى، لان هو هذا اهم شيء، لان جاي يحطون الاطفال بخطر. لا أدوية ولا شيء، ما عنده مجبور يعرف ابنه يموت قدامه. هاي بس اللي نريدها من وزارة الصحة. الوضع الصحي عامة المراكز الصحية المستشفيات الحكومية وضع تعبان حيل، وضع يرزق له يعني شكل بشكل. يعني تروح تعالج بالمستشفى الحكومي علاج ماكو، تلقى لك بس البراسيتول، عيادات الردهات وسخة، قذارة ما بيها نظافة، التزام ماكو. تروح على الطبيب تداوي بالمستشفى الحكومي يقول لك الدكتور الثاني افرض داوت عندي ولد جاهل صغير وني داوت تم الدكتور، يقول الدكتور هذا الحليب مالته اللي ترضع لي ما يرهم، تعالي العيادة بدي لك للحليب. قلت ليش دكتور بتبدل اليوم من انا؟ تكتب لي بالوصفة مالت المستشفى الحكومي انا قاص باص ب 3000 دينار.
ليش ما تبدل لي اياه هنا يمك بالمستشفى الحكومي؟ يقول لا تعالي للعياده انا بدي لك الحليب هناك، اكتب لك الحليب اللي يرهم على الطفل مالتك. ليش يعني عمود ادفع لي 25000 دينار كشفيه عمود بس يبدل لي الحليب؟ ماكو نظافه بالمستشفيات الحكوميه، خلاص ماكو نظافه نهائيا. الريحه والوساخه والجيفه والقذاره والتزام ماكو، والموظفين ما يتعاملوا لك بصوره جيده نهائيا نهائيا نهائيا. تروح للعياده الدكتور يزم الطفل يقلبه يبوس بيه وحبيبي وش بيك وش ليش هيجي، تروح للمستشفى ماك يعني كتب لك براسيتول، كتب لك علاج، شخص لك علاج ثنتين ثلاثة حتى ما يرهم نهائيا للمرض ومشى، قال لك شيل طفلك ومشي يلا. الكشفية 30000، العلاج إذا مو 50000 40000، 50 40000، تحليل 30000 دينار. هسه أنا حاجة قال من المحافظات، أنا من قضاء بلد، محافظة صلاح الدين قضاء بلد مدينة الإمام السيد محمد. زين أنا حاجة قال محافظات. زين اللي ما عنده شلون؟ اللي ما عنده منين يداوي؟ شلون يداوي؟ يلا فهمني. كشفية 30000، دواء 40000 دينار، تحليل ب 30000، اللي ما عنده شلون؟ والله الحالة الصحية في العراق يعني سيئة بصراحة. المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الكادر الطبي، في المستلزمات الطبية، في الأدوية، الاهتمام قليل. المستشفى يعني مو ذاك المستشفى اللي تتمنى كل شيء به، ولذلك أغلب الناس بدأوا ما يراجعون المستشفيات الأهل الحكومية لأن ما متوفرة بها شيء، فيضغط على نفسه، يكلف نفسه، يلتجي إلى كل الطرق حتى يسلك الطريق المستشفيات الأهلية، يعني بها على حساب تكاليفه، على حساب إمكانيته الاقتصادية، على حساب معاشه، على حساب يعني مضطر، يعني مضطر المواطن العراقي انه ما يروح المستشفى الحكومي لقد لا توفر به العلاج والدواء والاهتمام. والله هذه المبالغ الهائله اللي يسمع بها الشعب يمكن اساله ذات الاختصاص وين تروح؟ ليش هي بس قطاعات صحه تصرف مبالغ هائله؟ كل قطاعات المجتمع بالعراق تصرف عليها مبالغ وارقام فلكيه، ولكن وين الناتج؟ ماكو ناتج، ماكو ناتج. كل قطاع صناعي وينه؟ المواد المائية وينها؟ ليش بس الصحي؟ كل القطاعات. السياحي وينه؟ يعني يجي يعني تجارة مو لا. الجانب الإنساني 80% ابتعدوا عنه الأطباء، الموضوع صار موضوع تجاري بحت، هذا كله على حساب المواطن، والمواطن هو عايش في أسوأ حالاته، فصور يعني قيس. ولذلك بدأت الناس تهاجر وتروح تعالج بالخارج، في حين كان العراق يعني قبلة العلم وخاصة في مجال الطب. خرج أطباء كل دول المجاورة يجون يدرسون عندك طب، سواء مدني أو عسكري يدرسون عندك ويتخرجون يروحون يخدمون مجتمعاتهم. هسه صارت بالعكس، هجرة العقول العلمية من العراق، أطباء الجيدين هاجروا، الضغوطات اللي عليهم، التهديدات اللي تعرضوا لها، كلها ضعفت الحالة الطبية اللي كانت تفز بها العراق. والله الواقع الصحي بالعراق واقع تعبان، لان ما في اي خدمات. يعني اللي يتمرض ما يقدر يروح المستشفى الحكومي لان ما في لا ادويه وعلاجات كلها تعبانه. يعني الدوله ما معتنيه بالمؤسسات الصحيه. المفروض احنا ما نراجع لا دكاتره هنا، المفروض المستشفى هي توفر لنا العلاجات. اي فهاي واجب الحكومه. الحكومه يعني ما واقع متردي وتعبان بالمستشفيات، حتى الكشفيات ما عليها رقابة. الدكتور يأخذ من 30 إلى 50 ألف كشفية. إنزين الإنسان اللي ما عنده، اللي ظروفه تعبانة، يعني هذا يموت لأن ما عنده إمكانية يروح. يعني أبسط تحليل هسه، أبسط تحليل ب70 ألف 80 ألف. زين اللي ما عنده شلون يعني يروح يراجع مستشفى ما بيها تحاليل؟ أنا هسه عندي ابن مريض وديته المستشفى الحكومي، قال لي روح سوي له تحليل بالحارثية. ليش يا شباب ماكو تحليل المستشفى؟ قال والله التحاليل ما مضبوطه، نعيدها 3 مرات 4 وكل كل كل تحليل يتغير عن التحليل الثاني. ليش؟ لان ماكو اجهزه حديثه، كل اجهزه قديمه وبنايات قديمه. يعني هسه اكو بناء الدوله لحد الان ما بنت، كلها قديم من السبعينات ما قبل السبعينات، مستشفيات متهالكه، اجهزه تعبانه. والله يكون بعون المريض اللي يعني عنده امراض من هذه، اللي امراض المستعصيه والصعبه. هو السبب الاول الدوله لان ما عندها رقابه على 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 المستشفيات الاهليه، على الدكاتره. يعني المفروض اكو رقابه عليها.
توفير أجهزة حديثة للمستشفيات، متابعة الدكتور، لأن هو الدكتور يعني يقول لك تعال العيادة الأهلية. ليش؟ يعني يستغل المواطن. ماكو رقابة، لو اكو رقابة وهذا ما يصير هيك بالواقع الصحي التعبان. والله أخي أنت تعرف يعني هسه هي الظروف اللي يمر بها الشعب العراقي من انفجارات، من كيمياويات، من شغلات، يعني هاي أثرت هواي على مجتمعنا إحنا ككل. يعني تجي هسه يعني مثلا للدكاترة، تجي للمستشفيات، تجي المستشفيات ما تلقى بيها فتشي. يعني الطب يعني أنت وياك مريض تريد يعني فتشي تقدمه للمريض من قبل المستشفى ماكو. يعني إحنا ما نقدر نقول كلهم ونظلمهم، بس الأكثرية اللي نشوفه يعني فتشي يعني حتى ما يليق بشعبنا احنا العراقيين حقيقة. يعني احنا نحكيها زين، تجي اليوم للمختبرات تريد تحلل، يعني تجارة اصبحت تجارة. يعني انا هسه جبت اخذ زوجي ورحنا للدكتور ورحنا للتحاليل، جينا للتحاليل يعني مثلا ابو التحليل قال 130، يعني قالت له هواي 130، يعني هسه زين الكاسب شلون راح يحلل؟ يلا شو راح يسوي تحليل إله أو لأطفاله أو الأمه أو الأبوه؟ يعني هنا إحنا نعيش مشكلة كلش كبيرة حقيقة. يعني تجي يعني للأطباء ما نقدر نظلمهم، يعني إحنا يجوز يعني هم مهم المستلزمات الصحية اللي يجيبونها مغالي، إحنا نقول هيجي بس نرد ونقول يعني إحنا على أهلنا نقول الأمروة حلوة وزينة. يعني يعني هسا أنا شفت وحدة يعني هي مضمة دين الدكتور، طبت الكشفية 30 المرة، من طلعت قالوا لها التضميد 50، يعني ما عدا الكشفية. زين باوع عليها هما ولد اثنين وياها، قالها ما عدنا وأريد أجيب الدواء، سوتها 35 البنية. يعني هي هم عبد المأمور السكرتيرة حقيقة. يعني فمن طبت ردت طلعت النوب، قال لها لا ما عندي والله 25 اتفقوا. قالها زين خل أنزل أجيب العلاج وأصعد أنطيك. هي ما قصرت المرأة، يعني هي هم عبد المأمور. فهو هذا وضعنا وهذا حالنا إحنا، وأنتوا كل الزين كلش تعرفون يعني الوضع حاليا هسه اللي بالعراق. نقول يعني هسه هاي المستشفيات الحكومية من يلجأ لها غير الناس الفقراء والناس الكسبة؟ يعني هل أنت الله بالمروة؟ بالحقيقة الوضع الصحي بالعراق الوضع متردي للغاية جدا. يعني فالمستشفيات الحكومية ما بها ذيش الخدمات اللي المطلوبة للمريض. زين إضافة ذلك يعني النظافة وسوء الخدمات، الأدوية كذلك، عدم تواجد الأدوية في الصيدليات، الأدوية غير متوفرة، فيضطر المواطن حقيقة يلتجي للمستشفيات الأهلية. علاوة على ذلك يعني الكشفية مال الأطباء المبالغ جدا باهظة يعني للمريض حقيقة. يعني إنسان جاء مراجعة هنا أحد الأطباء يعني جور العملية جور باهظة، وحتى عندنا ما رجعتنا العمليات المرة الثانية الثالثة يعني أخذنا عليها إجور. والله الكشفية حسب حالة المريض، يعني العملية بالمستشفى احتمال تكلف مليون، مليون ونص تقريبا بالحدود. تراجع مرة ثانية للطبيب ياخذ إجور 25 أو 30 ألف يرفع فقط الخيط. يعني مع العلم هو مسوي العملية، الدكتور نفسه هو مسوي العملية، فقط يرفع الخيط ياخذ إجور رفع الخيط من المريض. الدكتور اذا تحجز زمه فرضيه نسوي عمليه مستشفى اهليه يحولك ياخذ مبلغ، يلا يحولك هو راح يجري العمليه وياخذ مبلغ من عندك كنسبه، ياخذ نسبه طبعا، يعني هو سوى العمليه الدكتور نفسه، بس من حالك على المستشفى المختصه اللي حجزك بها العمليه ياخذ اجور عليها. تراجع ورا العمليه ترفع الخيط ياخذ اجور عليها. فهي الحاله، هو الطب مهنه انسانيه حقيقه. يعني فالله الله 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 بالمواطن، يعني الله الله بالمواطن. المواطن دي يعاني الأمرين يعني حقيقة، يلتجي المستشفيات الحكومية، سوء الخدمات، أدوية ما موجودة، نظافة ما موجودة، إهمال موجود. زين تراجع المستشفيات الأهلية، الأطباء الاختصاص حدث ولا حرج. لا مو طابع إنساني نهائيا أبدا، مو طابع إنساني، عبارة عن تجارة. يعني أصبحت الطب عبارة عن تجارة. والله الحلول لازم متابعة من قبل وزير الصحة، وكلاء وزير الصحة، من قبل نقابة الأطباء، جولات مستمرة على عيادات الأطباء، المستشفيات الحكومية تابعوها، المستشفيات الأهلية أيضا معرضة لهذه المتابعة. زين حتى نطلع بنتيجة. يعني إحنا البلد في حالة يمر في أزمة، يعني بالوقت الحاضر المواطن ده يعاني. زين حتى نخفف مكان المواطن، المستشفيات الحكومية أن تكون يعني متقدمة من ناحية العلاج، من ناحية العمليات، من ناحية يعني استقبال المواطن. يعني
والله ماكو واقع صحي بالعراق، ومع الاسف هيش غنى عندنا وهيش فلوس وهيش نفط، وماكو عندنا واقع صحي او واقع خدمي، والعلاجات الغاليه والمراجعات، والله يساعد اللي عنده مريض، والله دون الصفر ماكو خدمات مع الاسف والله العظيم، لا خدمات طبيه ولا خدمات انسانيه ولا علاجيه، كل شيء ما عندنا. نفسهم بالمستشفى عنده عياده، في عياده مالته نظيفه مرتبه وهذه، بس القصبه قصوا ما يرحمك ابد. والله اكو من تصل لل 50 65، هي من 25 صعوده لحد ال 65 ل 60 الف، اكو 30 اكو 35، كل واحد ياخذ على مزاج. هذا شنو ليش؟ لانه ماكو عليه رقابه، ما عليه رقابه، لو عليه رقابه لو عليه يحدد الكيفيه مالته ضمن الخدمه اللي هو دارس بيها او اللي هو اللي يمارسها ضمن المستشفيات، ما يوصل هيك يقصب المواطن الفقير. يعني الله يساعد الفقير اللي ما عنده منين يجيب. الحلول الجذريه لازم تدخل في صلب الموضوع الدوله، وزاره الصحه بصوره خاصه وعامه، تحاسب كل من يؤذي المريض، يؤذي المواطن بالعلاج بالكشفيه بامور اخرى يعني كثيره. تروح طب هسه اقرب مثال يرموك، روح شوف مستشفى يرموك ايش فيها، روح شوفه. انا العام مستشفى يرموك، العام لك اول عام يرد دم، ها ثق بالله العظيم الصراصه جواك. رد باك تلعب انا بات يا هاي الصراصه انت وخبر عاقل. رحنا اليوم للمستشفى، حولونا على تحاليل اشعاعات سونارات، والله دكتوره طيبه وخيره وزينه، بس حولتنا على تحاليل هنا، يعني التحاليل كلفتني 100، العلاج غالي، هم من امن الشيخ لي قوه 93 ألف، هاي حاجتين ثلاثه زين، بعد علاج ماكو، هاي لمدة 10 ايام بعد لو يتغير العلاج لو ما يتغير، بس اريد من الله من عندكم شويه معاناه الفقير. طيب ليش ما تلجؤون للمستشفيات؟ ماكو علاج، ماكو علاج، ماكو علاج، يعني حتى لو يعطيك ابره مسكنه يقول لك روح. هاي صار لي يعني شهرين ابتر بالمستشفيات من مستشفى لمستشفى. زين انطوني مسكن، قالوا لي عنده الم بالمعده، هاي هي لا معده، طلعت فقرتين مكسوره عنده، طلعت سوفان. زين قالت لي جيبي لي هذا العلاج وتعالي، وباكر هم شوفوا على شنو حيسجلونه. نريد شويه مساعده الفقير، يعني تنزلونه من الاسعار مال الصيدليات البرة، المختبرات البرة. ماكو بالمستشفى، ماكو حبايه مطونا اليوم، كل شيء مطونا اليوم، حولونا للحارثيه وروحوا بعد. والله تعبان يا خاله، كلش تعبان، يعني مو شلون مكان، يعني هسه انا من الساعه يم الاستعلامات، هي استعلامات يعني تريد تدخل دخوليه كل الصعبه، يعني تريد تطب للمستشفى كل الصعبه، ماكو احترامات، يعني المريض بصوره عامه تعبان، ما يعني بصوره عامه، لا طبيب لا علاج صيدليه، ما ينطون غير البراسيتول والفلوس هوايه، يعني مثلا اذا تروح هسه مستشفى اهلي كنت بيدك فد 3 ملايين 4 ملايين، زين الفقر من يجي؟ يعني ما عنده هو يقوت يومه، يعني اليوم هو يريد يدبر بس عيشته بالبيت، دور 3 ملايين 4 ملايين على اذا انت راسك يوجعك لو بطنك توجعك 3 ملايين، يعني هو هسه ليش هم قاعده يسوون بالمستشفيات الحكوميه هيك تعبانه، غير على مود نروح هاي المستشفيات الاهليه الكثره صارت، يعني هسه الحكومه ايش قد بنت لها مستشفى؟ ما كله اهلي، يعني احنا قمنا نضطر نروح للاهلي، لان شو سوينا له؟ ماكو، يعني يموت المريض يموت. بالنسبه للوضع الصحي نجي للمستشفى الدكتور ما يجاوب وياني، نروح للعياده مالته كشفيته 25 ألف يجاوب وياك، وشلون عبالك يعني واحد من اقربائك ويسولف وياك. بالنسبه للعلاج، العلاج غالي مو شلون ما كان، بالمستشفيات ماكو علاج نهائيا، اهتمام بالمراجع ماكو نهائيا، الاهتمام عندهم فقط بالعيادات الخاصه. يعني انا صار 4 أيام اراجع على مود التحاليل ما قبلوا يستقبلوني، رحت للعياده وانطاني وصل، اجيت هنا يلا استقبلوني. قلت له زين بالنسبه للعمليات انا زوجي بالحشد وما عنده هاي، قال لي تروحي للخاص 1.25 مليون. قلت له ما عاد ليش مو تشتغلونه هم بالعام؟ قال مو مواعيد هواي. قلت له ما يخالف استلم، ابقى على الانتظار على المواعيد. قال اقل شيء 4 أشهر 5 أشهر، بينما اذا تعطي 1.25 مليون ثاني يوم يشتغلون هالعمليه، يعني كله عندك فلوس يستلموك، ماكو. اي هي تجاره، هاي يسموها تجاره، يعني الواحد اللي ما عنده كفي لك الله يموت، يعني تروح العلاج غالي هنا، مال مو طبيعي، يعني بالمستشفى ماكو اي خدمات للمواطن،
يعني ابسط الاشياء، حتى يعني واحد يصارع الموت ما يخلونه يدخل، للخال وابن الاخت ابن السرى يلا يدخل، احنا حالنا حال يعني يموت البشر ما حد بحاله. اي حتى بناء، حتى بناء وتفليش، يعني اكو هذول اهل الكيمياء واهل الامراض الخبيثه، يعني اكو بناء وتفليش يعني هو لازم لهم جو خاص، يعني هما للمريض مو شلون ما كان. انا ابني جبته ذاك اليوم موات، يعني انطوني بس البراسيتول الى بينما كتبت لي لسته قالت لي من برا تروحين تشترينها. هو احنا ناشد الحكومه حسبي الله ونعم الوكيل، ما نقول غيرها، لان الفقير الى الله. وضعنا احنا وضع ما مو مريح، كلش مو مريح، الامراض كثرت عندنا، الفقر كثر عندنا، يعني قبل شويه قبل الوضع زين ومو زين، هسه يعني لا تجي لك على مسؤول باكر تعال، هسه انا راجعت شو اسمه عندي عمليه هاي يمكن 4 مرات 5 مرات، يعني باشر تعال عده ابسط شيء، باشر تعال فد يومين 3 أيام 4 أيام وتشوف الدكاتره تتفلت منا ومنا، غرفه مال دكتور مثل الباطنيه تجي على الباطنيه السرى منا بيهم تقريبا 20 واحد 30 واحد هو دكتور واحد، دكتور وين يلحق يا اخي؟ ما يلحق. تجي على التحليلات، تحليلات يعني ناس تشمرك على ناس، يعني الوضعية ما كون ضباط بصراحة، ما كون ضباط، ما كون رقابة. والله المستشفيات هي يعني قبل العلاج ما تأخذه من برا، هسه العلاج ماكو علاج ما يكتب لك إياه من الخارج، يعطيك برايش اسمه حبايات بسيطات، وال يعني صارت كلها ماكو رقابة. رقابة للأطباء ماكو، غاليين بشكل، يعني جيت هسه للمستشفى بواسطة 3000 دينار صار دهن، وهاي سووا لي اياها العملية هنا وخيطوا لي اياها 3 خياط، والبارحة رحت للدكتورة أخصائي كشفيته زين 50,000 دينار، قلت له يابا ما عندي هاي 25، قال أبد ماكو، هاي هنا اسمه دكتور رائد بالفضل، الله لا يوفقه، زين مجرم هذا مجرم، هذا أبسط، هذا واحد من ألوف. ماكو اي رقابه حبيبي، المفروض رقابه، شنو كشفيه 50 على شنو؟ ما ليش المواطن مين يروح يجيب قبل، حتى الموظفه مين راتبها مين ما يكفي، زين احنا كسبب مين نروح نجيب؟ زين نجي للمستشفى، هسه هنا المستشفى هنا سووا لي اياها مال عمليات الصغرى الجلديه، سوت لي اياها اسمها ست دعاء، الله يستر عليها دنيا واخره، زين سوت لي اياها ونفضت لي اياها، يعني البارحه بس كشفيتها 50,000 دينار من عدل العلاج ومن عدل العمليه، ليش؟ ليش؟ هي شغله بسيطه، بس اريد الرقابه عليهم، على الاطباء وعلى الصيدليه، صيدليات مو شلون مكان الادويه مالتهم، يعني اروح على صيدليه يقول لي هذا الدواء زين ب 8,000 دينار، اروح اجيبه ب 1,500، شنو هالجشع؟ هسه هاي الصيدليه هذول مجرمين، هاي قباليات هاي، ليش هيك؟ اسوي رقابه، اسوي تسعيرات مال الدواء، ما يصير هيك هذا الشيء، ورسته يعطيك الكارت تامين مالته، الرقم مالته والعنوان مالته. زين بالمستشفى ليش ما يشتغل؟ قاعد اقول لك هسه بس هاي هنا اذا شفتهم ايديهم بيدين النبي، هاي هسه سووا لي هنا هاي العمليه مالتي هنا والحمد لله. والله الوضع الصحي سيء جدا، ولا وزير صحه اجى شريف حكم وزاره الصحه من بعد 2003، مستشفيات تعبانه، ادويه ماكو، مستشفيات متهالكه، فساد دمرها، بوق ونهب حتى بصحة المريض، تاجروا بصحة المريض تاجروا وزراء الصحة ومستشفيات كلها، زين؟ أطباء ما مهتمين، لا لهم عناية بالمريض ولا أبد، كل شيء ماكو، ولا وزير إجا يعني راعى وزارة الصحة أبد، بس البوق والنهب قدامهم، مستشفيات كل شيء ما بلاك، مريض تروح يكتب لك لو باراسيتول لو فلو أوت مال وجع، ها هي، روح يقول لك، والطبيب يقول لك راجعني للعيادة، تلقاه بالمستشفى لا يعطيك عين لا وجه لا ابد، لكن بس بالعياده تلقاه تحاليل وفحوصات واول شيء ولا يشخص المرض اللي انت بيه،
يعني حتى تاجروا بدماء الدماء المرضى. هسه روح باها مدينه الطب، روح باها الكندي، الكرامه، كل مستشفيات العراق كلها بدون استثناء، ولا وزير صحه اجى شريف حكم وزاره الصحه من عديل حمود اللي هي اساس خراب وزاره الصحه اللي استلموها، استلمتها هي اساس خراب وزاره الصحه عديل حمود تتحملها كل هاي النتائج، المرضى خطيه والقاعدين. زين هسه تروح مدينه الطب على باراسيتول ماكو، زين الله يساعد امراض القلب، السرطان، اللي يريد العمليه مال القلب ورا 6 اشهر، هاي مستشفى القلبيه بالعلاوي 6 اشهر يعطيك عمليه مال القلب، زين هذا شو يبقى به اذا تعطيه 6 اشهر عمليه؟ 6 اشهر عمليه ليس لك عمليه مال قسطره مال القلب، زين وعايش ميت من 6 اشهر، ما اي احساس. يقول لك الاطباء ملائكه الرحمه، لا رحمه ولا شفقه عندهم الاطباء، مجرد تجاره لا اكثر ولا اقل عندهم. تحليل 50، سونار 100، اشعه 25، كشفيه 50، ولا رقابه ولا حسيب ولا ابد. بس البراسيتول هذا، يعني هسه واحد يجي من المستشفى يغير يداونه صحيح، كما يدز من برا، احنا على جنب المستشفى، يعني احنا ناس ما عندنا مو صحيح، يعني تروح المستشفى دكتور عمليه شو الراد لها؟ غير الراد لها ادوات من عندهم، احنا ها مالتنا، هي غير صحه مجانيه مثل كنا قبل تنام يعني سنه بالمستشفى ما يقبل لك درهم واحد. هسه تروح تجيب لي ابره، تروح تجيب لي كانونه، تروح تجيب لي يعني المريض اللي ما عنده وين يروح؟ يعني قبل احسن مليون مره من هسه، يعني الوضع حيل جاي يوم عن يوم جاي يصير أسوأ. يعني احنا والله العظيم ما عنده وين يروح، يعني هسه جيراني صاروا من 3 ايام الحجيه عندها ورم ببطنها، روح جبنا مفراس، مفراس هنا ماكو الا العصر وبفلوس. الباحث سواه 200 الف، راح الداين 200 الف على اساس اليوم سوى العمليه مالته. زين واضح واضح هذا هيك، يعني الى متى نبقى هيك احنا؟ يا اخي هي صارت يعني هي شلون مهنه، يعني مهنه مصلحه، يعني واسطات، يعني الدكتور هي غير خدمه انسانيه. تعال العياده، علش تعال العياده، هو مو مستشفى يكون هنا؟ غير دكتور بالمستشفى يشاف المرضى اللي لا، علش هو جاي؟ عنده عياده، عياده العصر يقعد ياخذ قد ما يدري الناس ياخذ، بس هو ذا بالمستشفى علش ياخذ من العالم؟ تعال العياده ليش؟ يعني العياده تختلف عن المستشفى؟ كما هي المستشفى افضل. مو صحيح؟ بيها كل شيء. ياخذ راتب. ياخذ راتب يا زين بالمستشفى كل شيء ماكو. يعني يعطيك براسيتول وكل شيء ماكو. روح جيب لنا ابره، روح جيب لنا كانونه، روح جيب. العدان المن جاي المستشفى؟ ماكو رقابه، المن تراقب؟ ها بس الله. كل شيء ماكو. يعني موتونا والله موتونا، مو مستشفى. يعني وين نروح؟ سابع مره، ثامن مره اراجع. نفس الحال. يوعدوني وتعال يعطوني موعد. ماكو هيجي، وين اكو هيجي مستشفى؟ هي طفله سموها عاد شدون هي او ثمان. والله صراحة يعني إذا قيم المستشفيات 1% يعني أظلم نفسي، يعني 0%، يعني مستشفى مجرد حيطان، تجي جيب مغذي، جيب كانونة، جيب أبرة، جيب يعني صراحة تجي يم الأخصائي أحسن، فما ذلك لإحترام، ما إلك إحترام. يعني أنا ذاك يوم شفت حالة نفس واحد مريض، نفس ما يشتم امروتكم ولا واحد يدله، يباع عليه معاه هسه جيك هسه جيك. يعني ذولا وناس مو ذو خبره، يعني والحمد لله والشكر. منين ما تجيب العراق مظلوم صراحه والله. يعني اكو دول بالحيوان عندهم رأفه، هناك الرأفه ما طب صور وشوف الناس. يعني هذا جاي من البصره شنو ذنبه؟ 6 اشهر هنا، 4 اشهر وما له تقييم بالشارع، ويعني ما اعرف. انا اقول لك احسن، لان هو شلون ينجحها؟ يضكك هنا بالحكومه، انا وانت تلجأ لمن؟ تلجأ له لله، يعني للاهلي. يعني هو هنا يضكك يعني وفلوس. يعني انت هسه الطب على ابسط ما يكون، يعني طوارئ تروح الشيخ زايد الله، يعني لو تروح شوف والله حرامات تقول مستشفى، مو مست يعني ما اعرف شنو الفار جواك المدري شنو. يعني طبعا تروح تذب لك 200 خب اروح مقدر بالعيادات الاهليه احسن لي، يعني احسن لي من اجي هنا ومتعذب يوميها رايح يا جاي وفلوس وماكو نتيجه. والله الوضع الصحي تعبان، يعني المستشفى تطب لها انت اقل شيء يذب لك 100-150 الف، لان اذا ما ذب لك هذا المبلغ راح يقولوا لك فد 20 يوم فد 15 يوم تعال على مود نسوي لك فلان تحليل،
فلان سونار، فلان مفراز، احنا من الناس هسه نفس الحاله. يعني قال لي تجين باكر اسوي لك المفراز مثلا، او على موعد ينطيني مثلا 20 يوم 10 ايام هيك، بس اذا اليوم لا كذا مبلغ. والله اصلا اقول لك هاي احنا ما نوصلها، يعني صدق غير ما يعني حالته وسطه ما يوصلها، بس اكو ناس تروح لها مجبوره، هم مجبوره، واكو ناس ما عندها يعني وتضطر تروح لها. ماكو صحه هنا بالعراق، ماكو صحه، ماكو صحه. زين تجي للمستشفى كل شيء ما عندهم، كل شيء ماكو. تروح للبرة يعني التحليل 160 و170 يدزك هو نفسه. يقول لي يابا اروح على غير مختبر، يقول لك لا الا هذا المختبر، على الادويه من الصيدليه الدكتور يكتب لك على الحاسبه، يقول لك هذا الدواء راح من جوه تلقاه قدامك، بيعطيك راتيته. تجي للمستشفيات كل شيء ماكو، كل شيء، لا تنظيف لا هاي ابد، كل شيء ماكو. لان احنا شنو حكومه ما عندنا، حكومه ماكو، الحصه ماكو، الادويه ماكو، ايش عندنا بعد؟ يا ابره السرنجه ما عندهم، هاي السرنجه ما عندهم. قبل يكتب لك يا راح تشتريها من برا، لان شنو يتعاملون ويا بالصيدليه، لهم حصه بالصيدليه. هاي الطبابه مالتنا كلها يعني لهم حصه بالصيدليه. العمليات اذا قال لك 6 شهور هذا رحمه، رحمه. تعطيه فلوس يسوي لك عمليه، ما تعطيه فلوس ما يسوي لك عمليه. ياجلك 6 شهور 7 اشهر 8 اشهر والناس مبتليه. يعني ماكو مراقبه، وين قبل كنا؟ ابو صيدليه من يفتح مراقبه علي الادويه، يعني اسعار الادويه يتحاسب من قبل الدوله، هسه الدوله ما تحاسب اي واحد. اي حد، ماكو عندنا احزاب، وهاي صارت هنا العراق في شغل. والله المستشفيات تعبانيه، يعني تعبانه بشكل العفو. يعني خصوصا عندك مال مستشفى اليرموك حيل تعبانه بشكل، يعني اولا من الوساخه، الدكاتره نوبات هم يهتمون بالواحد، يعني وضعيه المستشفيات تعبانه بشكل. وخوب الاهليات يعني فلوس حدد بلا حرج، يعني مشكله اللي عنده عمليه ما يقدر، يعني مثلا يروح للاهليات، يروح مثلا عفوا نقول للحكوميات، الحكوميات غالي. هاي سجل اسمك 6 اشهر 7 اشهر جوز يتوفى هذا وبعد ما مسوي العمليه، يعني وضعيه حيل تعبانه. طبعا مستشفى اليرموك من تريد تروح له هاي يعطوك مثلا حب مال وجع راس او يعطوك يعني شغلات بسيطه، غيرها ماكو نهائيا. يقول لك روح اشتر يعني الصيدليات اللي عفوا البرة. زين الصيدليات البرة اكو مثلا مستشفى وحكوميه وبالك حني ما بيها ادويه صعبه، المفروض يعني يوفرون هذا الشيء للعالم. مبالغ كبيره حيل مبالغ. اكو ناس يعني طبقه فقيره ما عنده يعني منين تجيب، شو تسوي؟ المفروض الرقابه يعني يعني تفتر على هذا الشيء وتقول لهم يابا ترى هذا غالي، لان يعني المواطن ثلاث ارباع العالم ما عندها.